حكمت المحكمة حضوريا على المتهم رمضان إبراهيم إسماعيل بالسجن 7 سنوات مع الشغل والنفاذ رفعة الجزاء. يا حرام يا أحلى العالم، أنا بإخلالك بإخلال رسم على الجميع. عاشت جسر القانون، عاشت المادة 112 الباب الرابع من قانون العقوبات، عاش القانون الفرنسي، عاشت فرنسا حرة وعاشت مصر حرة، وكل واحد حر يعمل اللي هو عايزه بفلوسه. خد بالك من نفسك يا رمضان. ما فيش دعوة، ما تخافيش عليا، خدي بالك انت من نفسك، استنيني، خدي بالك منها أم علي. فعليا بالعكس يا اخويا، اشم وقتل. منين يا حسره؟ منين؟ مثلكن مثلكن. قلبي معاك يا استاذ. خلي قلبك على روحك انت، ما كويس مش دعوه بيا خالص. يلا يا شاويش يا زيختي. يلا خش يا مسؤول. قال لا، ولزومها ايه المعامله دي؟ السلام عليكم يا مجرمين، يا اوباش، يا زبدة المجتمع. اسمك ايه؟ ايه يا دي؟ مش عاجبك يا؟ قال لا، هو من اولها كده؟ تعال هنا يا. اجي هنا فين؟ هتوه. الله، بالراحه علينا شويه مش كده؟ هنا ما حدش يفتح بق. هو انا لحقت اتكلم ولا ترد؟ انت قضيتك ايه يا؟ ما ترد يا. انت مش قلت ما تفتحش بقك؟ هتكلم ازاي وانا قافل بقي؟ طب افتح. مش فاكر، انا بقفل بعد الساعه 7 حسب قرار السيد المحافظ. حلو حلو، انت هتهزر يا بسم الله. عيشت الله يحفظك يا امير. هو في ايه؟ هاتوه. اصل هنا مفيش حد يفتح بقه، فاهم يا؟ اشمعنى انت ما انت فاتح بقك اهو؟ انا افتح وقت ما يعجبني، فاهم؟ ايوه بس اصل ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ يقفلني. انت بتبص علي، انا بضربك انت. ما انا معاه. ايوه بس انا مش معاه. بسم الله. عيشت الله يخليك يا امير. وضبوه. ما نيجي تاكل معايا. طب بس يوضبوني واجي لك على طول. يلا يا جماعه وضبونا عشان عايزين ناكل لقمه مع الراجل. عيشت الله يخليك. ده التوضيب هنا اللهم صل على النبي. انما حضرتك اسمك ايه؟ قباب. مين؟ قباب. قباب من امتى؟ انا مولود قباب. مولود قباب؟ ايوه. اللهم صل على النبي، مولود قباب. الظهر يا قباب فيه توضيب تاني. مش عايز نفس في العنبر. اتأدبت يا؟ ايوه اتأدبت. اتأدبت وتهذبت وعرفت ليه هم بيقولوا السجن تأديب وتهذيب واصلاح. ما حدش بياكلها بالسهل. انت جبت الفلنه دي منين؟ ايه؟ اصل انا عندي زيها. ايه؟ اصل هنا ما حدش يفتح بقه. ما اقدرش، ده قرار من السيد المحافظ. انا ما عنديش محافظ.
بسم الله. عيشت الله يخليك. قلت اسمك ايه؟ ابو قاب. ابو قاب ايه؟ حد اسمه ابو قاب؟